أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وادي الشفاء. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة وحلقة مختلفة، هنتكلم فيها عن أشياء كثيرة تهم الكثير في طب الأسنان. هنتكلم فيها عن حساسية الأسنان، وهنتكلم عن مشاكل الأسنان، وهنتكلم عن العلاج وكيفية الوقاية، وهنتكلم عن أشياء كثيرة جدا في عالم الأسنان وآخر مستجدات طب الأسنان مع الدكتورة المتميزة جدا الدكتورة سحر قاسم، أخصائية جراحة وتجميل الأسنان. دكتورة سحر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفت نورت البرنامج. تسلم، شكرا. في البداية طبعا في مشكلة بيعاني منها الكثير وهي حساسية الأسنان، عايزين نعرف بقى يعني مع بعض كده إيه هي الحساسية وهي إيه هي أعراضها وطرق الوقاية والكلام ده كله. حساسية الأسنان أول حاجة أسبابها روتين نفسه، روتين بيتغير، طريقة الغسل الأسنان. في ناس بتغسل أسنانها بطريقة أجريسيف، بتبقى عنيفة، فدي لازم نقلل شوية. الطريقة العنيفة دي بتاكل من منة الأسنان، بتاكل طبقة اللي هي بتحمي الأسنان تماما، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ترسبات الجير ما بين الوجبات، بناكل الأكل السوفت ده بيحصل ترسبات على الأسنان نفسها، الترسبات دي بتكون جير. المفروض عشان ما يحصلش كل ده إن أنا أعمل تنظيف جير كل 6 شهور مرة، وأتابع إن أنا أغسل أسناني بطريقة صحية بطريقه الفرشه. الفرشه نفسها لازم استخدم فرشه سوفت طريه بتاعت الاطفال، الفرشه دي بتبقى ليها يعني بوش معينه بتغسل بطريقه سهله جدا، وبمنع ان يبقى في ترسبات للاكل نهائي، وبمنع ان يحصل حساسيه الاسنان. التهاب اللثه، التهاب اللثه ده بيتكون لفترات كتيره واحنا ما بنعرفش ده التهاب لثه ولا حساسيه الاسنان. التهاب اللثه ده سبب من اسباب الاساسيه في علاج في حساسيه الاسنان، بيسببها بطريقه عنيفه واحنا ما بناخدش بالنا اساسا. تمام، يعني حضرتك حابه انك توضحي ان الحساسيه بتيجي من العادات السيئه او العادات الخاطئه، روتين كله الخاطئ اللي احنا بنستعملها في حياتنا اليوميه. تمام، وبخصوص ان حضرتك اتكلمتي عن الجير وتنظيف الجير، في بعض الناس بيقول لك ايه يعني حضرتك بتنصحي ان دي حاجه طبيه والمفروض كل الناس تعملها، تمام، بس في ناس تقول لك بتحافظ على الاسنان، في بعض الناس ممكن تقول لك كده، الناس اللي هي مش فاهمه. هي فعلا في ناس يعني كتير بتيجي تقول كده. وان انا لو شلت الترسبات الجير دي اسناني هتتلخلخ بالظبط. هو لا، المفروض كل 6 شهور، انا حتى وانا صغير في السن كل 6 شهور بعمل تنظيف جير، بنشيل الترسبات، هي ما بتاذيش الاسنان اساسا، بالعكس ترسبات الجير هي اللي بتاذي مينة الاسنان، انا بسيبها. لكن انا لما بنظف بتبقى خلاص الدنيا كلها كنترول، ما بيبقاش في حاجه، بالعكس لما اسيبها للمدى الطويل وفي ترسبات جير وفي ناس بتبقى مدخنه بطريقه اجريسيف كل ده بيزيد، ففعلا لما اشيلها الاسنان هتلخلخ. بس انا لما احافظ عليها من البدايه واظبط الدنيا فيها واتابع مع الدكتور خلاص الدنيا هتبقى كنترول تماما، مش هنوصل لمرحله اللخلخه دي نهائي. يعني انت لما تنظف الجير هتلاقي غير المتوقع، يعني حتى لو اتلخلخت زي ما انت بتقول او الكلام ده او انت بتسمع، لا فنظف، وطول ما انت بتتابع مع الطبيب فهو طبعا هيظبط لك الدنيا بتاع اسنانك بالظبط وهتبقى الدنيا كويسه خالص. حضرتك برضو كلمتي عن امراض اللثه، تمام، في امراض ثانيه مثلا، يعني ايه الامراض اللي في اللثه بتاثر على الاسنان؟ التهابات اللثه دي من البدايه، التهابات اللثه دي كلها بتاثر على الاسنان وكمان على حاجات ثانيه ممكن توصلني لامراض القلب كلها. الانسجه بتاعت التهابات اللثه ممكن توصلني لامراض القلب بالظبط. الانسجه نفسها، الانسجه بتاعه الفم بتلتهب، بتوصل للاوعيه الدمويه، بتوصل عن طريق كده للقلب، وانا خرجت من مشكله الاسنان لمشكله ثانيه اكبر. فانا بتابع كل ده بانتظام في تنظيف الجير، حاجه بسيطه جدا، وطريقه الغسل الاسنان الصحيه. تمام، نتكلم بقى ايه عن الحشو. طبعا الحشو بنسمع انه كذا نوع، يعني مش نوع واحد، عايزين نعرف ايه هي انواع الحشو وايه الفرق بين كل واحد فيهم. تمام، يعني الفرق ما بينهم ايه؟ الحشو كماتيريال بيتقسم لكذا نوع. اول حاجه نوع البلاتين، ده امالجم كنا بنستخدمه زمان ولسه بنستخدمه ستيل في حالات معينه، بس يعتبر كارسينوجينيك فما بنستخدموش كتير. في الليزر والبورسلين، الليزر ده يعني حاجه كويسه جدا، في منه درجات كتير جدا، اجباري في الاسنان الاماميه بنستخدمه، بيبقى شكله حلو، بيدي منظر جمالي لطيف جدا، وبيخلص في نفس الجلسه ويبقى احسن بكتير جدا. ممكن الجا ان انا استخدم حشو برضو بورسلين، ده بيبقى تركيبات بيدي منظر جمالي وبيبقى اللي هو ضمان بقى معايا. وفي زيركونيا، ده نوع تاني بيبقى احسن بكتير. في ايماكس، بيبقوا تدرج انواع، اقل بيهم ببدا بيهم زمان كانوا بيحطوا الجولد، كان بيعتبروا ان هو ماده محافظه جدا، بعدين وصلنا للامالجم اللي هو البلاتين، بعدين وصلنا للليزر، حاليا ما بنستخدمش الامالجم خالص، ماشيين كلنا بالليزر، كويس جدا بيعيش وبيخلص في تايم قليل جدا. تمام، المريض بقى بيحتاج امتى لكل نوع من الانواع دي؟ يعني امتى مثلا يحتاج الليزر، امتى يحتاج البلاتين،
امتى يحتاج الانواع دي بشكل عام، يعني امتى المريض يحتاج كل نوع من دول؟ من بدايه لو كانت بوينت معينه صغيره انا ممكن احافظ عليها مع الدكتور من قبل ما توصل تسوس اساسا من خلال جلسه فلورايد للاسنان اتابع بيها. لا وصلت الحشو عادي، ده بيبقى ما فيش بين للدرجه اللي هي الالم بيبقى بسيط جدا فبنحشيه ونخلصه في نفس الجلسه. وصلت الحشو عصب معناها كده في حس المريض بالم، وصل لسخن، وصل لسائع، الالم صحاه من النوم، الالم بيكون زاد شويه فبنوصل لعصب، ده بيخلص برضو بنخلصه في نفس الجلسه بس يبقى خلاص ده درجه، دي الدرجه النهائيه منه. تمام، يعني حشو العصب هو ده الدرجه النهائيه والدرجه الاخيره وبيخلص في نفس الجلسه. بالظبط. طيب بما انه بيخلص في نفس الجلسه، لو هو حد عنده اكتر من ضرس تمام وعايز يعملهم كلهم مره واحده ممكن يخلصوا في نفس الجلسه ولا صعب؟ على حسب، لو كان نفس الكوادرنت الربع الواحد ممكن نخلصه في نفس الجلسه كلهم وعادي، بياخد بنج وبنشتغل بايبكس وروتري. الاجهزه حاليا التكنولوجيا كتير جدا، من تبدا من السنسور جهاز الاشعه بيصور بيعرفني كل حاجه، الروتري بيساعدني جدا ان انا اخلص في تايم قليل وانظف كويس واقفله، ولو كانوا في نفس الكوادرنت بخلصهم مع بعض. لا في ناحيه تانية ممكن يخلصوا في تاني يوم، بس الفكره ان انا زمان كنت باخد في حشو العصب جلسه واتنين وساعات بتوصل لثلاثه، دلوقتي لا ممكن في ساعه بالظبط ابقى انا خلصت اكتر من جزء من اسناني وانا مرتاح، ما فيش بين يعني ما فيش حتى الم. تمام، يعني حضرتك حابه تطمني اي حد بيعاني من امراض الاسنان وبيعاني من الوجع وخايف انه يزور الطبيب وخايف من التردد على الطبيب ان هو لا ما يخافش ويروح، ولو هو مثلا حامل هم الوقت او مستعجل لا الحاجه ديت ممكن تخلص في جلسه او بحد اقصى مثلا جلستين ثلاثه لو كذا حاجه. بالظبط بتخلص، واللي بيجي عندنا وادي شفا شاف التعامل ازاي وشاف الطريقه ازاي معانا، وبنفك التنشانه بيننا وبين المريض وبنخلصه فعلا في نفس الوقت. وانا بصراحه لما زرت وادي الشفا يعني بصراحه حاجه مشرفه جدا في كل حاجه، يعني حتى يعني الاطباء نفسهم بسم الله ما شاء الله على مستوى عالي، زائد كمان الاستقبال يعني حاجه مشرفه جدا، يعني حاجه جميله جدا في كل شيء، زائد كمان برضه ان الاسعار يعني اسعار يعني كويسه في متناول الجميع زي ما الدكتور الاستاذ احمد قال الحلقه اللي فاتت والدكتور رامي، يعني طبعا يعني حاجه مشرفه. وبما انك اتكلمت على وادي الشفا طبعا يعني انا حابب برضو افكر الساده المشاهدين، مع ان دي كانت حاجه في اخر الحلقه بس نفكرهم برضو ان طبعا في الكشف المجاني بكره في وادي الشفاء يوم الجمعه، وطول ما البرنامج شغال كل في خصم 20% على كل خدمات الاسنان. طبعا الاستاذ احمد خطاب مدير المستشفى عامل ده، وان شاء الله يعني روح مستشفى وادي الشفاء وما تقلقوش يعني الدنيا هتبقى تمام معاكم. نرجع بقى لموضوعنا اللي هو موضوع الاسنان. حضرتك اتكلمتي دلوقتي ان ممكن الواحد يحافظ على اسنانه اساسا قبل ما يحصل لها تسوس. بالظبط. تمام؟ وقلتي لي الكلام ده وفي الحلقه اللي قبل كده. فازاي دلوقتي انا عايز اسناني ما يحصل لهاش تسوس؟ تمام؟ ايه اللي نعمله؟ ايه الجلسات اللي نعملها او الجلسه اللي نعملها؟ وهل فعلا هي هتحافظ على الاسنان من التسوس نهائي، ولا حتى لو انا استعملت يعني او مارست عادات خاطئه او كده، ولا لا مش يعني حتى مع الممارسه مش هتحافظ، يعني بتحافظ مثلا بنسبه معينه؟ طول ما انا مشيت زي ما قلنا من البدايه على الروتين الصح، غسل الاسنان الطريقه الصحيه، وتابعت مع الدكتور كل 6 شهور بروح ازور اشوف الدنيا فيها ايه، تمام. لا في البدايه لقيت في خطوط جروفات بتبقى يا دوب بوينت سودا صغيره جدا، دي بنحط عليها جلسه فلورايد، الفلورايد ده بيزيد معدن الاسنان وبيمنع يعني التصاق البكتيريا فبيساعد ان تقوى جدا، والمعادن نفسها بتاعت الاسنان بتبقى اقوى والمينا بتتحسن، فبالتالي مش هوصل لمرحله الحشو العصب ولا حتى الحشو العادي، وانا اوريدي متابع فلو في اي حاجه الدكتور بياخد باله منها، والجلسات دي بتتابع فعلا كل 6 شهور انا بعملها، مش هتبقى فيها حاجه، انا كده محافظ تماما، بمنع ان يحصل اي حاجه اجريسيف وانا مش واخد بالي منها. تمام، يعني اهم حاجه النظام السليم. بالزبط. يعني امشي على نظام سليم وهتحافظ عليها زي كل شيء. طيب دلوقتي الطفل، دلوقتي كنا نسمع قبل كده ان الطفل مثلا في سن معين عادي لو اتخلع الضرس او السنه انها تطلع عادي، تمام. دلوقتي مثلا الاطباء يقول لك لو الواحد مثلا قبل عمر 7 سنين يقول لك لا ما تخلعلوش احشيله افضل، تمام. ليه كده؟ يعني مش الحشو مثلا الخلع على طول انها تطلع يبقى افضل، ولا الحشو؟ عايزين برضو نوضح المعلومه دي للساده المشاهدين. تمام، حشو الاطفال انا ببتدي اهتم بيه
الاسنان نفسها من عمر سنتين بيبقى لسه بيبي، فاثناء الرضاعه انا الماما بتحط لبن الطفل بيبقى فيه سكر زياده فبيحصل تسوس الاسنان. من الفتره دي حتى لو بشاش وفي يعني شاش وعليه ميه بنضف بيها، ببدا احافظ على اسنانه. بنوصل لمرحله 6 سنين بيبقى خلاص هو كده اوريدي كل الاسنان اللبنيه طلعت عنده والضروس اللبنيه، بهتم بيها ما بخلعش. هو بيبدل عند 12 سنه، فانا بلجا لما بتابع معاه من سن 6 اشوف ايه طلع وايه ما طلعش. لو حاجه سوست لا بنحشيها، بنحط عليها كراون، بنقفلها. عند عمر 12 بتابع ما اتخلعش ليه كده. لكن زمان كانوا بييجوا في البدايه يا دكتور احنا عايزين نخلع ولازم تخلصينا منه وكده كده هيبدل، لا ابتدينا نظبط الدنيا ونقول ان هو ده لو اتخلع مسافه الفك نفسها المقاس بيتغير، فبالتالي الاسنان اللي هتطلع الدايمه اللي احنا محتاجينها بتطلع مش منتظم. وبلجا للتقويم، بروح لحاجه ايه اعلى، فانا بتابع من البدايه اقل مجهود واقل تكلفه وبظبط الطفل من البدايه في النطق في النفسي ليه في كل حاجه بتبقى مظبوطه. وفعلا دلوقتي اي حد بيدخل بيبقى عارف ان الدكتوره هتحشيله، ويا دكتور احنا عايزين نحشيله هياخد قد ايه، طب الطفل هنتعامل معاه ازاي. وفعلا بنتابع معاه ان هو ما يحسش بكل ده، حتى ما بيشوفش البنج اساسا، الحشو بنبقى بطريقه هاديه معاه، بنضطر نخرج الاهالي بس بيبقى الدنيا كويسه وكنترول ليهم. وفعلا انا حاليا ما فيش خلع كتير للاطفال او نهائي تقريبا، غير في عمر معين بنوصل ل 9 10 مضطر اخلع. يعني بنحاول ان احنا يعني ايه ما نخوفوش ونحببه لا خالص في الحاجه اللي هو بيعملها، او احنا يعني بنبقى سكيوف معاه في البدايه، ما يبقاش عنده رهبه. والبنج بخصوص البنج دلوقتي اختلف مثلا عن الاول ولا لا والكلام ده؟ اختلف تماما، انواع نفسها بتبقى الانواع بيرفكت، الكواليتي بتاعتها الطفل طول ما هو ما حسش بالشكه الاولى خلاص الموضوع بيبقى معاه عادي. واحنا يعني بتبقى الاسيست موجوده بندلع فيه ونهزر بحيث ما ياخدش باله من كل ده. تمام. بخصوص الطفل، الأم إزاي تحافظ على أسنان طفلها من الصغر؟ يعني من الصغر كده تحافظ على أسنانه، إيه اللي هي ممكن تعمله عشان تحافظ على الأسنان؟ زي ما قلنا من عمر من بداية ما بيرضع بالليل شاش وعليه مية وتمسح بالفك الفكين. يكبر شوية نستخدم فرشة من غير المعجون ولا أي حاجة، يكبر يبقى عنده عمر 4 سنين هي اللي بتستخدم له فرشة وعليها حبة معجون حبة صغيرة جدا وتشتغل بيها. يكبر شوية بيتعلم بيبتدي يحافظ، بتبقى عنده عادات. الطفل بياكل أكل سوفت جدا فبيلزق في جدار الفم، الأنسجة بتاعته بتكون ضعيفة فبيضطر يطلع له قرح بيسوس الأسنان كل ده. لكن لما من البداية بنحافظ عليه بنبعد تماما إن هو يحصل كل ده بغسل الأسنان بطريقة صحية خلاص هو بيتعود بيبقى عنده روتين يومي. طيب بخصوص الاكل، في اكل معين ممكن يزود الكالسيوم ويحافظ على صحه الاسنان ويقويها من الصغر ولا لا؟ واحنا صغيرين بنتابع معاه ان هو الكالسيوم بتاعه الفيتامين دي كل حاجه مظبوطه معاه تمام. بندخل بقى في موضوع الاكل، الاكل واحنا صغيرين اي حاجه فيها كالسيوم اي تمام. حاجه فيها كالسيوم بتظبط الدنيا. لكن في لما نكبر شويه لا، الاكل بيأثر بطريقه عكسيه، اي اطعمه فيها احماض بتزود الاستين، بتزود الصبغه، بتزود التسوس، بتزود ترسبات الجير. فبناخد بالنا احنا خلاص بالغين وعارفين ده نسبته قد ايه، لا انا اكلت حاجه معينه فانا هغسل، حاجه فيها كافيين فبتعملي صبغه لازم اشيل كل ده. تمام. بخصوص ان احنا بنتكلم برضو عن الاطفال في الكنترول بيسالوا سؤال، تمام؟ الواحد الطفل بعد 6 سنين بيقولوا انه مثلا سنانه بتقع، تمام؟ لو سنانه سليمه هتكمل معاه ولا لا؟ لا، الاسنان في عمر 6 سنين بتقع وبتبدل. في حاجه ممكن تكمل معاه الدروس، ساعات بيبقى عنده الدروس الاخيره دي فعلا ما فيش تحتها، ما بنخلعش برضو، احنا بنعمل الاكس راي بنعرف ان تحته ما فيش بنعالجه، بيبقى عندنا ده عمود اساسي بنعالجه ونحافظ عليه عشان ده هيديم معاه. يعني هي بعد عند 6 سنين كده كده هتقع، يعني حتى الاسنان بتقع عند 6 سنين بتبدل لوحدها. ده لو ما وقعش احنا بنتابع علشان اللبني هيقع او هيفضل ثابت، الدايم اللي بعده هيطلع ازاي، يعني اللوكيشن بتاعه هيبقى مظبوط واخد حجم القرش بتاعي ولا هيتغير. نرجع للاكل. نرجع للاكل. الاكل ايه اللي يزود الكالسيوم عند الطفل وايه اللي برضه يزود التسوس عند البالغين؟ يعني ناخدها كده. تمام. الاكل في الاطفال اي حاجه فيها كالسيوم مامته بتبقى عارفه، البيض اللبن الحاجات دي بتزود معاه، وبرده الاكل تحت اللي هيزود الاستيكي ده بيلزق فكده بيبوظ الدنيا. ما ازودش كالسيوم وازود تسوس يبقى انا كده بمشي طريقه عكس بعض. البالغين اي حاجه فيها ستيكي، الاكل ما بين الوجبات بدون غسل الاسنان بيزود ترسبات فده بيجيب نتيجه عكسيه عليه. التدخين ده عامل اساسي في ترسبات الجير. اغلبهم مدخنين وما بيقدروش يبطلوا. يعني في حاجات كتير جدا للاسف او عادات كتير سيئه
بتضرنا واحنا عارفين ان هي بتضرنا وبنعملها بس اتعودنا عليها للاسف. طب الواحد يعني انت قلتي ان المريض او اي حد لازم يروح مثلا لطبيب الاسنان تحديدا طبعا الدكتوره سحر بقى وادي الشفاء تمام انه يعمل جلسه جير كل 6 شهور بالظبط. دي جلسه الجير. الواحد بقى المفروض يروح لطبيب الاسنان كل قد ايه عشان يطمن على اسنانه؟ المفروض من 3 ل6، من 3 شهور ل6 شهور اتابع الاسنان قد ما هي بتعرفني الطريق صح واشوف فيها حاجه في الاسنان ولا كمان ممكن تدلني لو في مرض تاني ولا لا. ناس بتبقى دايابيتك عندها سكر ومش حاسه بس في لخلخه في الاسنان فبيفضل يشتكي طب اسناني فيها ايه؟ لا لما نيجي بنعرف من خلال الاسنان ان ده ممكن يكون مريض سكر وفعلا بنكتشف كذا حاله بيعرف انه عنده سكر من الاسنان ممكن توصلني للامراض في القلب بتعرفني كذا دليل تاني مثلا بيكون بيطلع ضرس العقل بيروح للدكتور الانف واذن بيشتكي وداني بتوجعني وداني بتوجعني مش عارف في ايه بيكون لا ده الاوبشن بتاع ضرس العقل. يعني حضرتك حابه توضحي ان مش الاسنان مقتصره فقط على الاسنان ده هي لها مضاعفات تانية بالظبط جسديه ممكن تؤدي لامراض خطيره جدا فعشان كده انت لازم تشوف الاسنان فيها ايه وتعالج المشكله عشان ما توصلش لشيء اكبر. بالظبط تمام. طب يا دكتوره عايزك تكلمينا عن زراعه الاسنان ومميزاتها وهل لها عيوب ولا لا؟ هو حاليا زراعه الاسنان بقت عالم تاني تماما. يعني انا بدل ما هركب تركيبه وهبرد في الاسنان السليمه عشان اركبها لا انا ممكن اعمل زراعه، زراعه بتخلص في وقت موجز جدا وحاليا كمان في وادي الشفا عاملين نظام التقسيط فالزراعه نفسها بتبقى من البدايه بتحافظ على الدعامه، دعامه الاسنان بتحافظ على العظام بنعملها في وقت قليل بيبقى على جلستين او 3 وبتخلص. الزراعه بتبقى اكتر حاجه بتحافظ يعني على الشكل وعلى الكلام احسن من التركيبه طبعا تبقى اعلى تكلفه شويه بس حاجه مضمونه بتبقى بتعيش. لازم الحق لو انا عايزه اعمل زراعه قبل ما الاسنان المجاورين للفاضي ان هم يتاذوا وقبل ما يكون حصل تلف في الانسجه. الناس ما بتعرفش انا عايزه اركب انا عايزه ازرع بس ممكن يكون حصل تلف في الانسجه نفسها في العظام التهاب المفاصل. يعني كل ما انا بستعجل في الزراعه بيبقى الموضوع احسن. بالظبط تمام. طب في موانع طبيه تمنع اي شخص من انه يزرع؟ يعني في حاجه معينه انا دلوقتي عايز ازرع تمام وجيت للطبيبه جيت لحضرتك مثلا قلت لك انا عايز ازرع اسنان، في حاجه معينه ممكن تمنع ان انا ازرع الاسنان؟ في لو هي في امراض مناعيه زي امراض الدم، لو في مريض عنده التهاب في الانسجه وهو مش عارف او التهاب في المفاصل ده ما بيبقاش عارفين، لو في مريض دايبيتيك ان كنترول عنده السكر بس السكر مش مظبوط انا ممكن بعد الزراعه يحصل المضاعفات، ما بخافش في اللي انا فيه اساسي، لا انا بخاف من المضاعفات اللي بعدين، فدول ما بنعرفش نشتغلهم مره واحده. لازم تبقى على اجزاء بنتابع الاول مع دكتور الباطنه هيعرف يعمل كنترول للدايبيتيك هيبقى كويس. امراض القلب نفسها بيبقى ليه بروتوكول معين بياخد علاج قبل وعلاج اثناء ما احنا بنشتغل ولما نقفل يعني وستيل هي الزراعه حل يعني هيبقى بعدين هو المكتسح. هو طبعا الزراعه غير التركيب خالص زي ما حضرتك بتقولي وغير يعني 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 بتدي امل لناس كتير جدا بيبقوا اساسا فقدوا الامل طبعا يعني بيبقى عنده اسنان بعد ما بيكون ما عندوش اسنان تمام. طيب بخصوص يعني انتوا حضرتك بتقولي دلوقتي انك انتوا بتطلبوا فحوصات تانية عشان تشوفوا ينفع للشخص ده زراعه ولا لا؟ بالظبط. وبخصوص الزراعه شايفه حضرتك زي ما حضرتك قلتي دلوقتي الزراعه هي اللي هيكون لها المستقبل ان شاء الله طبعا. شايفه ان ممكن في الايام القادمه ممكن الزراعه تبقى في متناول الجميع ولا لا؟ هو ممكن برضو في ناس ممكن تعاني من مشكله التكلفه، يقول لك ايه هزرع ازاي التكلفه عاليه؟ التكلفه عاليه ليه؟ التكلفه عاليه ماتيريال عاليه بستخدمها بس انا احط ماتيريال فانا هنسى بقى خلاص يعني حاجه واخدها ومعاها ضمان هتقعد كتير. التكلفه نفسها حاليا في نظام التقسيط وده بنشتغل بنقسط على نفس يعني جزء من المبلغ لحد ما نخلص الزراعه نفسها ويبقى خلاص انت استعملت وشفت الحاجه وخلاص ضامنها وبتقسط مع نفسك الفلوس ويبقى نظام حلو جدا بس الزراعه هتكتسح فعلا هتبقى تمام. هي بقى الشغاله دي. انا بصراحه عايز اخد اكبر قدر ممكن من المعلومات مع حضرتك تمام، يعني عايز استغل حضرتك في المعلومات القيمه ديت. وحضرتك في وسط الكلام اتكلمتي عن تقويم الاسنان، عايزك تكلمينا عن تقويم الاسنان وهل ممكن الواحد يعمل تقويم لسنه واحده ولا لا؟ تقويم الاسنان بنبتدي من عمر كام؟ بنبتدي من عمر 7 سنين
بنتابع مع الدكتور طبيب عادي، يا دكتور هيحتاج اسنان ومش هيحتاج، بنشوف مقاس الفك، بنشوف حجم الفك يناسب ولا لا. 9 سنين ل 14 ده سن حلو جدا. الناس بتقول ان الاطفال ما ينفعلهاش تقويم، بالعكس ده نمو الفك، فانا هعرف اظبط كل حاجه فيه. بيبقى الدكتور نفسه بتاع التقويم، بنظبط البدايه، بناخد بالنا من ايه اللي النب هيطلع فين، النب مش هيطلع هنحتاج نخلع ايه، بيبقى متابعه من البدايه خالص عشان الموضوع ما ياخدش مني جهد وتكلفه بعدين زياده. يعني من البداية انت شوف الحاجة واعملها عشان ما تلاقيش نفسك تعبت وجهد وكلفت نفسك برضو تكلفة. والتقويم نفسه يعني بيبقى تقسيط، تقسيط كمان اكتر من الزراعة، تقسيط بيبقى على مراحل معينة. انت كل اسبوعين بتيجي بتغير واير، بتظبط حاجة، لو في حاجة مضايقاك بتقول للدكتور. طيب هو التقويم يعني معروف ان هو انت بتعمل تقويم للسنان كلها مرة واحدة. دلوقتي لو واحد عنده مثلا سنة واحدة مثلا فيها مشكلة، فيها حاجة، فهو عايز يعمل السنة دي، ينفع السنة ديت لوحدها ولا لازم تقويم كامل للأسنان؟ هو بيبقى التقويم في الفك كامل، بس مش بيحرك كل الفك، بيحرك حاجة معينة بنظبطها في القرش بتاعها، بتاخد مقاسها المظبوط. تمام، يعني هي يعتبر بيبقى هي السنة دي برضه هي اللي عليها الباور بتاعت الحركة، لكن التقويم بيبقى متلبس في الأسنان. وخصوصا حضرتك برضه بتتكلمي على التكلفة والتقسيط، ما هو ممكن دلوقتي يعني بتبقى الحساب بيبقى ماشي بتاعها زي سنه واحده ولا الفك كامل؟ لا بتبقى ماشيه سنه، بتبقى الدنيا مظبوطه. انا مش هحرك كل حاجه، كل لو انا هستخدم الفك كله بستخدم ماتيريال اعلى فلازم يبقى ليها تكلفه. لا هحرك حاجه بسيطه خلاص، بستخدم الفك اللي فوق بيتعمل لوحده والفك السفلي لوحده، لو انا محتاج للسفلي او مش محتاج، محتاج للعلوي او لا. تمام، طيب ايه المستجدات دلوقتي في عالم طب الاسنان؟ يعني ايه الحاجات اللي الناس ممكن تكون مش عارفاها ولازم الناس تعرفها؟ الناس مش عارفه ان زي ما قلنا موضوع الجير ده من البدايه بنشتغل فيه، نروح من بدري. الاطفال نحافظ على اسنانهم، بلاش نبدا نلجا للخلع مره واحده. الزراعه والتقويم، الزراعه والتقويم دول عالم تاني بجد، يعني الدنيا هتبقى فيهم منفتحه اكتر. نظام التقسيط خلاني اسهل ان انا اشتغل النقطه دي واعمل زراعه وارتاح منها، وخلاني ان انا اشتغل في التقويم. التقويم نفسه بيأثر على البنات كشكل جمالي، نطق الحروف، في ناس كتير بتيجي بتعاني من نطق الحروف وبيروحوا تخاطب والحروف الطفل ما بيتكلمش، ممكن يكون هو نفسيا مش مهيأ عشان منظر فك الاسنان، فبنظبطها له فالدنيا بتبقى كويسه خالص. الفكره ان هو المريض يتابع، احنا كلنا مرضى اسنان، بس اللي يتابع من البدايه ما بيوصلش للمراحل المتاخره. هي في بعض الاحيان الناس بتخاف من طبيب الاسنان، يعني بيبقى عنده ايه هستيريا كده من الوفوبيا من الحقنه بتاع طبيب الاسنان، ويقول لك لا يا عم كله الا طبيب الاسنان، طبيب اسنان ايه؟ فانت دلوقتي بتطمنيه وتقولي لا الوضع غير الاول خالص، يعني الوضع انت مختلف تماما. وشك الدبوس شك الدبوس حتى شك الدبوس دي ما بيحسش بيها للدرجه دي. هو الفكره ان هو يبقى يفك التنشنه ومهيئ نفسيا، خلاص بتبقى الدنيا كنترول تماما معاه، وبيجي الجلسه اللي بعدها بيضحك ويهزر ولا كان الكرسي ده ما كانش فيه حاجه. ده طيب الواحد دلوقتي حشى او عمل اي شيء يعني او زرع او اي حاجه، ياكل على طول على اسنانه ولا لا يبقى مثلا في تعليمات من حضرتك مثلا ان مثلا ياكل او يشرب حاجات معينه او بعد وقت معين؟ لا بتختلف. انا خلع، الخلع ده ليه يعني بروتوكول معين بيمشي عليه. لا حشى، الحشو حاليا بيبتدي ياكل عليه ويشرب عليه في نفس تقريبا، خصوصا الليزر بعد نص ساعه بيتعامل معاه عادي كانه تماما. الزراعه بتختلف، انا دي الغرزه النهارده مثلا 3 شهور، الجرح بيلم وبياكل ويشرب عادي. بيكمل الكراون والطربوش امتى؟ بعد 3 شهور. في حاجات بيبقى مريض مسافر بنعملها اميديت، بتخلص من بدايه الزرعه لحد الطربوش في نفس الوقت. تمام، تغطيه العصب تمام، يعني عشان الحلقه خلاص يعني انتهت يعتبر. هل التغطية دي بتفيد فعلا المريض مثلا لو هو بعد الحشو بقى عنده مثلا مشاكل مثلا مع السخن مع البارد، هل التغطية دي بتفيده؟ اه طبعا، تغطية الحشو دي معناه ان احنا بنحط طبقة عازلة ما بين العصب وما بين الحشو فبنقفلها، فبيتقفل بتبقى الدنيا فيه كنترول. تمام، تبييض الاسنان، وده اخر سؤال عشان خاطر استاذ تامر تمام عمال يقول الوقت انتهى. تبييض الاسنان يعني عايزك تكلمينا شوية عن تبييض الاسنان وامتى الواحد يعملها والدنيا فيها بتبقى ماشيه ازاي، برضو بحيث برضو ان لو واحد مثلا بيبقى عنده مشاكل وبيبقى عايز مثلا مظهره الجمالي يبقى كويس ويبيض اسنانه. تجميل نفسه اهم حاجه، ما يكونش عامل حشوات في الاسنان الاماميه. الطبيب بيخلص في نفس الجلسه، بتبقى كذا سيشن حسب انا الدرجه بتاعتي عايزه تبقى ايه. بتبقى في وقت يعني قليل قياسي جدا. بيتكرر امتى؟
في مريض كل واحد بيحتاج وقت معين، ممكن مريض يقرر بعد 6 شهور، ممكن بعد سنه. المدخنين بيبقوا جانب لوحدهم، بروتوكول معين بنمشي عليه. تمام. دكتوره سحر حضرتك شرفتينا ونورتينا، وبصراحه انا كنت حابب اكون مع حضرتك اكتر من كده، ولكن يعني الوقت انتهى بسرعه، وعشان كده انا هاخد من حضرتك كلمه اخيره او نصيحه اخيره، لو هتقوليها هتقولي فيها ايه؟ هقول نهتم باسناننا، نزور طبيب الاسنان كل 6 شهور مره، نتابع نشوف ايه الحاجات اللي محتاجين ان احنا نشتغل فيها. لو في جلسه فلورايد زي ما قلنا، في حشو عادي، نلحق من البدايه، اقل تكلفه واقل مجهود واقل وجع. بوينت بوينت هنلاقي نفسنا خلاص مهتمين باسناننا ومفيش اي حاجه تضر لنا موجود، ونظام التقسيط حاليا متاح عندنا، فهتلاقي الدنيا كنترول جدا. تمام. فعلا مستشفى وادي الشفاء يعني فيها كل حاجه كويسه. دكتوره سحر قاسم اخصائيه جراحه وتجميل الاسنان، حضرتك شرفتي ونورتي برنامج وادي الشفاء، وان شاء الله لنا حلقات قادمه نكمل فيها موضوع الاسنان، لانه موضوع يعني ايه محتاج حلقات كتيره جدا. ان شاء الله. شرفتينا ونورتينا. شكرا. وطبعا قبل الختام انا حابب برضو ان انا اوضح واقول ان اي حد بيعاني من اي مشكله في الاسنان يروح للدكتوره سحر في مستشفى وادي الشفاء، او من اي شيء يعني مستشفى وادي الشفاء جميع التخصصات، يزور مستشفى وادي الشفاء بشبرا الخيمه نزله ام بيومي. وانا بشكركم جدا، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. وبرضو قبل الختام حابب اشكر الاستاذ محمد المالكي، وحابب اشكر الاستاذ تامر عبد المجيد، وحابب اشكر الاستاذ جمال عبد العظيم، وحابب اشكر الاستاذ نصر شاهد، وحابب اشكر استاذ علي، وحابب اشكر كل القائم استاذه مروه واستاذ محمد عزب، وحابب اشكر كل القائمين على قناه الصحه والجمال، لان قناه الصحه والجمال فيها روح حلوه وفيها تعاون. وانا مش هطول على حضراتكم اكتر من كده، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه من برنامج وادي الشفاء.